السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم جيده ان شاء الله. فيديو جديد ان شاء الله غادي يكون على شكل فلوغ كيف ما كتشوفوا. هذا مركب الكرم بالنسبه للناس ديال مراكش، راه الاغلبيه كنظن غادي يكون عارفه. المهم هذا الفيديو ان شاء الله غادي يكون تعريفي، غادي تشوفوا هذا المركب بالنسبه للناس كيف ما قلت لكم اللي مازال ما كيعرفوش. بالنسبه لمركب الكرم فجاء فوق المحامي تسعود، اون فيت كاين المحامي 10 كتفوتوه طريق اي تيمور، وانتم غاديين ماشي بزاف حتى كتلقاوه على يديكم اليمين فين كاين ستاسيون افريقيا كنظن. المهم مركب الكرم واحد الاسباس اللي في الصراحه زوين، واللي كنشوف في الانترنت بزاف ديال الناس اللي كيقلبوا على فضاءات اللي بحال هكذا اللي ديال الوليدات بالدرجه الاولى، يعني واحد الفضاء اللي تيكون كما تنقولوا فاميليال فين تيلعبوا الوليدات وفي نفس الوقت فين كيدوزوا الناس حتى هما واحد الوقيته اللي زوينه. كيف ما كتشوفوا هذه الدخله، كاين هاد الدريجات اللي كيهبطوا من لهنا، تقدروا تنزلوا من لهنا باش كتخرجوا في داك الاسباس، ولا تقدروا تمشيو من لهنا كيف ما درت انايا. هو واحد الاسباس كبير صراحه، هو راه في مساحه كبيره هنا فين على يديكم اليمين فين كيطيبوا الطواجن، وهنايا كيف ما كتشوفوا هنا قلت لكم فين كيطيبوا الطواجن. اون فاس ليه كاين هنايا واحد لاصال اللي كتكرى المناسبات، هذه اللي كتشوفوا الزاج ديالها في الزرق والبيض، الالومنيوم في البيض، هنا كيتكرى المناسبات، كاين شي انيفيرسير شي عيد ميلاد شي حاجه. وكاين الاسباس الكبير اللي هو هذا اللي كيعجبني انا نجي ليه الصراحه بالدرجه الاولى، كيعجبني فيه الغازون، كيعجبني الخضوره، نشوف الخضوره. كاينه واحد لاصال لتحت ما صورتهاش لكم، ولكن هي واحد لاصال اللي مسدوده وكيكون فيها التلفزه بالنسبه للناس اللي كيبغيو يشوفوا الماتشات ولا المهم اللي كيبغي يخدم، الناس اللي كيبغيو تيجيبوا البيسيات كيخدموا لتحت. وهنايا هذا هو الفضاء انا المفضل عندي حيت كنجيب الوليدات الصراحه كيلعبوا هنايا، او ميم طون انا جالسه وكنقابلهم وكندوزوا وقيته زوينه. فيه مساحة كبيرة البنات الصراحة، الناس اللي عزيز عليهم الطبيعة وكيبغي يضربهم شوية ديال الهواء وكيبغيو يحسوا بهذاك الخضورية وبالهواء اللي نقي، كنصحهم الصراحة بهذا الاسباس تا هو فيه، علاش زوين فيه مساحة كبيرة. أنا هادشي باش عجبني كيف ما كتشوفوا لهيه، راه كيبانوا الألعاب ديال الوليدات، من بعد غادي نبارطاجيهم معكم. هذه الهبطة كيف ما قلت لكم فيه جوج ديال الدخلات من لهنا، وكاين هذاك اللي على اليسار في الدخله ديال في الدخله الاولانيه اللي وريتكم. دونك كاين هنا وكاين اسباس كبير بالنسبه في الصيف، واحد الجزء من هذا الاسباس هذا حيت هو راه اسباس راه باقي كبير، واحد الجزء منه كيتكرى العراسات وكيتكرى، كنت في الصراحه كنت شفتهم فاش كيبريباريو العراسات بحال هكا، الا كانوا كيوجدوا شي عرس كيجي داكشي رائع وكيجي زوين. وهاد الجهه راه ديال العموم، يعني العموم هذاك البلاصه اللي كتشوفوا من لهيها راه فيها بعض الحيوانات دايرينهم تماك. وهنا كيف ما كتشوفوا انا كنحاول نقرب لجهه لي جو باش حتى الا مشاو الوليدات يلعبوا تنكون قريبه ليهم باش كنشوفهم وصافي. صراحه اسباس زوين وكيعجب حتى الوليدات الصغار، بشحال هذا كانوا تيديروا فيه لانيماسيون بالنسبه للدراري الصغار، ولكن هذه المره فاش مشيت وصورت لكم ما لقيتش لانيماسيون، ولكن طالقين بحال هكذا غير موسيقى وصافي، ما كاينش ما كانوا ديك الساعه كيجيبوا الكلون كيديروا مسابقات للوليدات، ما عرفتش واش دابا حابسين مؤقتا او لا حيدوا في مره. المهم لقيت غير لي جول اللي كاينين. بصراحه اسباس زوين كيجيو الناس كيتغداو فيه، حنا هنا راه ما مشينا حتى تقريبا هذيك الستة العشيه وباقي الحراره، حنا خدينا غير اتاي وخدينا شي حاجه هكا للوليدات وصافي. الناس كيجيو كيتغداو كيديروا طويجنات زوينين، وكنظن ما عقلتش بالضبط على الاثمنه ديال الطواجن، ولكن المهم كنا كناكل عندهم مره كنعقل زعما اثمنه راه مناسبه، كيديروا الفريت كيديروا لي سالاد هادشي اللي عندهم، وكيديروا داكشي ديال المشويات كيديروا الطواجن، صراحه ماكله عندهم زوينه.
بالنسبة لهاد الجهة هادي كنت الصراحة بغيت ندير لكم فيديو، ولكن دي شارجرية البورتابل ما بقاش كتش عليا الكاميرا فيه، دونك استغليت الموقف ودرت غير تصويرات هكا حاطين. المهم انا شفت غير طيور، دايرين الطاووس، دايرين الدجاج، الحمام، عرفتوا الوليدات كيعجبهم هذاك الشيء، كيمشيو كيتلهاو فيه الصراحه. هنا جهه كامله دايرين، من قبل حيت انا كنت نمشي لها شحال هذا كانوا دايرين فيها حيوانات اخرين، ولكن ما عرفتش علاش حيدوهم، دابا خلاو غير الطيور حاليا هما اللي كاينين. والجهه اللي اونفاصل لهاد البلايص اللي فيها الحيوانات راه كاينه جهه لي جو، بلاصه الالعاب ديال الدراري الصغار. وكيف ما قلت لكم باش زوينه هاد الستاسيون هذا ولا هاد المركب، يجيو لي تيستمتعوا به كبار وصغار في نفس الوقت، زعما كاين فين يجري وكاين فين يلعبوا، كاين اللي جوي كاين اللي جو، وفي نفس الوقت زعما تقدروا الا بغيتوا تدخلوا تكونسوميو شي حاجه من عندهم، وتقدروا تجيبوا معكم او ميم طون شي حاجه، يعني راه ما تيقولوا عليه حتى شي حاجه، تقدروا مثلا تجيبوا حليوات ديالكم تجيبوا وتاخذوا هما من عندهم غير العصير مثلا لما كنتوش باغيين تغدا ولا سميتو، تقدروا تجيبوا الكوتي ديالكم وتاخذوا هما من عندهم عصير مونادا اتاي قهوه، يعني كاين كل شيء في الصراحه. وبالنسبه لي جوي لي جو اللي دايرين هما هادو كيف ما كتشوفوا، هاد لي جو كيحسبوهم بوحدهم كنعتقد 5 دراهم اللعبه، ولكن تيكون الوقت غير زعما محدد، يعني ماشي كيبقاو يلعبوا فيهم حتى كيشبعوا. وكاينين هادوك لي جو اللي هي اللور اللي كتشوفوهم دوك اللي منفوخين، هادوك بلا وقت، يعني كتخلصي 15 درهم وكيديروا لهم واحد الطابع في يديهم باش كيبقى الوليد داخل خارج، وقت ما بغى يلعب كيدخل ما كيحبسوش. هذا بالنسبه لدوك اللي جو اللي الهيها اللي دوك اللي كيتزلقوا فيهم، وهذا بالنسبه لهادو تاع الماء، وهادوك كاين يمكن هذاك التران وشي لعبه اخرى ما عقلتش. المهم هادو كتخلصوهم بوحدهم، ولكن كيف ما قلت لكم الوقيته كتكون محدده. كما قلت لكم تتكون الانيماسيون مره هنا في هذه الجهه كاينين لي كلاص تيبيعوهم، وفي الصراحه كيجي الواحد كيدوز وقيته زوينه. كنشوف بزاف الناس كيسولوا على لي زيسباس في مراكش، سورتو عرفتوا مراكش كيكون الصاد، يعني كيبغي الواحد غير فين يمشي يدوز واحد الوقيته. دونك كان هذا هو الفيديو ديالي، نتمنى ان شاء الله يكون نال الاعجاب ديالكم. هذه القناه ديالي اللي مازال ما اشتركش فيها نتمنى يشترك، يفعل زر الجرس، وخليوا لي التعليق ديالكم. نقول لكم بالسلامه حتى الفيديو اخر ان شاء الله.